السلام عليكم، كيف الحال؟ طبعاً الحمد لله بخير؟ بخير الحمد لله. قل له شرب الدخان حرام لا يجوز. لأن في إسراف للمال. أيضا يعني رائحة ليست جيدة، ملائكة تذهب عنه. وفي مضرة للصحة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب دخان؟ لا، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. بعدين ما شاء الله، شوف اللحية وهذا لا يشرب دخان. أنت الآن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن الدخان. هل تريد أن أولادك يشربوا الدخان؟ تريد؟ لا ما يريد. لا يريد. إذا أنت لازم تكون قدوة لهم. تمام؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام.